لحضراتكم ان الحاج عامر دايما يعني في الحاجات دي ما بيقلقش، لانه انا عارف ان هو عنده ورقه وقلم ويقدر يتكلم معانا بيها فيما في الاسئله كلها اللي قالها الكابتن عبد الحفيظ، واحنا ايضا بنسالها جمهور النادي الاهلي. الحاج عامر ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا اسلام، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن تامر بدوي، دكتور احمد ثابت، وسلم عليهم كلهم. الله يسلمك، حياتنا ليك يا فندم. حاج عامر دلوقتي كان لسه كان الكابتن سيد عبد الحفيظ معانا على قناه النادي الاهلي، وكان بيتكلم لماذا تم تاجيل مباراه نادي الزمالك مع المقاولون العرب على الرغم من ان هي نفس الظروف اللي كان بيمر بها النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، ولم ورفض طلب النادي الاهلي بتاجيل مباراه حرس الحدود ما قبل مباراته امام سيمبا اعتقد في البطوله الافريقيه، وايضا مباراه النادي الاسماعيلي عندما طلب ان تؤجل مباراته في الدوري لمده 24 ساعه ورفض برضه ورفضت لجنه المسابقات هذا الموقف. لا انا سمعت طبعا الكابتن سيد، ويمكن انا اكتر واحد اتهاجمت. مظبوط، انا بجامل النادي الاهلي وليه سبت له 12 مؤجل وليه سبت له 11 مؤجل، يعني انا اكتر واحد يمكن اتهاجمت. نعم، عشان مؤجلات النادي الاهلي. والمقوله بتقول ان الناس كلها بتتظلم، مش عارف مين عند حضرتك قال كده، الناس كلها بتشتكي. فدي ما دام الناس كلها بتشتكي يعني معناها ان احنا مش مع حد. لما هي ظروف الجدول اللي بيحكم الكلام ده. ما نقدرش نقارن بين مباريات والضغط نادي بيلعب بطولتين في افريقيا ونادي بيلعب بطوله واحده. الزمالك ما كانش مشارك في بطوله افريقيا الاولى، كان خرج من البطوله اللي فاتت، والنادي الاهلي هو اللي كان بيلعب، فبالتالي لازم يبقى عدد ماتشات الاهلي تبقى اكتر والضغط بتاعته تبقى اكتر. بالنسبه بين المباريات، النادي الاهلي في المباريات الهامه اللي كان فيها دور الثمانيه وقبل النهائي والنهائي اللي وصل فيهم النهائي مع الترجي، ما كنتش اقدر العبه بين المباريات عشان كان القيد 25 لاعب، واحنا اتفقنا مع الانديه ان احنا في يناير هنديهم 30 لاعب مقابل ان احنا هنضغط نلعب بين المباريات البطوله الافريقيه. لان الاتحاد الافريقي لو شوف حضرتك شهر 3 لوحده عمل 3 مباريات في افريقيا، وبعدين الاجنده بتاعت المنتخب الوطني، وده اللي خلى نادي من الانديه نادي بيراميدز بيطلع بيشتكي يقول لك انا بلعب هلعب مباراه في 30 يوم. وده امر طبيعي لانك انت لما هتلاعبه يقول لك استنى لما النادي الثاني يلعب، ولما لعبتوش يقول لك احنا مريحين 30 يوم. طيب انا اللي بختار المؤجل ده يبقى مع مين؟ يعني يوافق المباراه الافريقيه ديت هيبقى مؤجله مثلا الاهلي وبتروجيت، مش انا اللي بختار ان بتروجيت مش هيبقى عنده ده، انا اللي هختار ان بتروجيت مثلا او نادي من الانديه عنده الاهلي والزمالك ورا بعض، فبالتالي هيبقى عنده مؤجلين. يجي للموضوع اللي بين المباريات لما جينا نطبقه، النادي الاهلي لما لعب في الدور ال 32 زي ما الكابتن سيد قال انه بيلعب 14 و17، لان المباراه كانت عنده يوم 21. حضرتك عارف ان الكونفدراليه بتلعب يوم الاحد وابطال الدوري بيلعبوا جمعه وسبت. الادوار الاولى انت ما بتبقاش عارف النادي هيلعب يوم ايه، هيختار يوم ايه. في دوري المجموعات بتبقى متحدد، الاتحاد الافريقي بيحدد الايام من الاول المجموعه كلها بدوري المجموعات، فانت ما بتبقاش عارف النادي اللي هناك هيختار يوم ايه، جمعه ولا سبت ولا حد، بالتالي بتعمل على الاحتمال الاصعب. فلما جينا المباراه بتاعت 14 و17 اتكلم فيها الكابتن سيد اللي هي في شهر 12 اللي هي بتاعت اثيوبيا، لعب 14 و17 اللي ممكن لو حطيته 18 كان ممكن هو كان ماتشهم 21. ولو تفتكر حضرتك يا كابتن اسلام ان الاتحاد الافريقي بعد كده اجل المباراه يومين عشان كان في احداث في اثيوبيا، فاجل المباراه 23 لما هي كانت محطوطه اصلا 21. واتاجلت عشان احداث اثيوبيا. نعم. فما اقدرش احط 14 والعبه زي الزمالك ما كان الواقع الاخيره بتاعت النهارده ديت، هلعبه 18. الموقف هيبقى في فرق يومين، هيبقى صعب ان هو يسافر. نعم. في اثيوبيا. انما وضع نادي الزمالك اللي حصل النهارده، الزمالك هو اللي مزنوق، يعني الزمالك هيلعب مباراه اصلا لما حط النادي الاهلي في المباراتين ورا بعض في افريقيا، لما حطيتهم كانوا بالماتشين بيلعبوا في اسكندريه. يعني لعب المباراتين في اسكندريه في نفس المدينه. نادي الزمالك النهارده مقدم طلب على انه عايز يلعب المباراه في القاهره. والامن مش موافق الا على اسكندريه ومباراه المقاولين في القاهره. لما هيطلع من اسكندريه هيروح يلعب المباراه في بتاعت المقاولين في القاهره ويلعب يوم الاحد في الجزاء. اللي هي مباراه المقاولين يعني هيلعب. بس خد بال حضرتك يا حاج عامر،
ده اللي كان مع ده كان بيحصل مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، الشهر اللي فات تحديدا، يعني ان هو كان دايما النادي الاهلي رايح، الاهلي كان رايح راح اسكندريه مره مثلا، وبعدين في النص سافر راح تنزانيا لعب مباراه سيمبا التنزاني، وبعدين اتغلب مثلا مباراه سيمبا التنزاني بسبب ال 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 لا هو لعب مين قبلها قبل سيمبا؟ لعب يوم ايه؟ لعب عارف لعب يوم ايه؟ لعب يوم قبلها بثلاث ايام او باربع ايام. ثلاث ايام قولوا لي يا شباب لعب يوم كام؟ ما بيطلعش بره ملعبه. قبلها بثلاث ايام، ما دام بيسافر ما بيلعبش قبلها بثلاث ايام. لا انا بتكلم على الشهر ككل، انا مش حافظ الارقام بالظبط، ولكن انا بتكلم على الشهر ككل، لان احنا مثلا الشهر ده كمبدا عام، كمبدا عام النادي الاهلي لما لعب المباراتين كان لعبه في اسكندريه، من اسكندريه لعب مباراه افريقيا في اسكندريه، والمباراه الثانيه كانت في اسكندريه. نادي الزمالك هو اللي زنق نفسه. انا يهمني يا كابتن اسلام في الموضوع ايه؟ ان نبدا بين المباراتين بتوع افريقيا نحط مباراه قدام وسطهم من اول يناير قدر الامكان، بنحاول نحط مباراه في وسط المباراتين تتلعب بقى بعد يومين ثلاثه. يعني النادي الاهلي كابتن حسين بيقول لي هلعب الزمالك يوم 30 وهلعب الاتحاد يوم 2. نعم، لان ان شاء الله الاهلي ربنا يوفقه هيلعب المباراه بتاع الدور الثمانيه يوم 5 او 6. فانا ما اعرفش هو هيلعب يوم ايه، 5 ولا 6. فانت بتاخدها، فانت بتاخدها ان هو هيلعب يوم 5. هياخد بقى الحاجه الاوحش، هيلعب اليوم 5، لان هي بتفرق كمان بره ولا جوه. اول هيلعب المباراه الاولى بره، او ثاني هيلعب المباراه الثانيه بره، تفرق بين الاول وثاني. دايما الاول بياخد المباراه الثانيه في ملعبه، فانت لغايه دلوقتي انت مش عارف هيلعب المباراه الاولى في ملعبه ولا الثانيه، فبتعمل بالاحوط ان الاتحاد في اسكندريه ومباراه الاهلي يوم الاهلي يوم 30 في اسكندريه مباراه الزمالك. انما لو الاهلي هيلعب يوم 6 في اسكندريه مباراه بتاعت دور الثمانيه ان شاء الله ربنا يوفقه، وعايز يلعب يوم 3، انا ما عنديش مشكله، انا يهمني المباراه تتلعب بين المباراتين بس. ما عنديش مشكله. النادي بقى عايز يتزنق وهو مسافر، عايز يتزنق بعد المباراه الاولى اللي هنا. انا ديت انا السنه دي يا كابتن اسلام انا عايز اعدي المباريات، انت ما عندكش خيارات. ان الانديه هتيجي تشتكي بعد كده انك انت اتاخرت الدوري لغايه امتى، وعندهم مشاكل في عقود وعندهم مشاكل مع لعيبه. وانا قلت في بدايه الموسم والنادي الاهلي كان من اول الانديه اللي وافقت، وكان المهندس خالد مرتجي موجود في الاجتماع، قلت لهم يا جماعه نلعب دوري من دورين او نلعب من مجموعه واحده بس نلعب دور واحد، لان الاهلي النادي الاهلي النادي الوحيد هو والمصري لو كملوا في البطولات المشاركين فيها هيلعبوا من 65 ل 70 مباراه في السنه. لا هي بس بالمناسبه يا حاج عامر، لا احد يختلف في هذا الموضوع، والنادي الاهلي بالمناسبه خلال الشهر اللي فات بالكامل احنا حتى لما كنا بنطلع نحل نقول ان النادي الاهلي هو اللي وافق على كده، وان تم الاتفاق على هذا الموضوع. لا يعني احنا هنا بنتكلم عن النادي الاهلي، لكن انا اقصد ان يعني النادي الاهلي كان وافق على وافق بالاجماع. هي دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ مهما الضغط دوري يقعد 12 شهر 13 شهر ما عندناش مشكله، بس ادونا 5 لعيبه في يناير واضغطونا زي ما تضغطونا. تمام، عشان كده انا في الادوار الاولى المهمه بتاعت النادي الاهلي في البطوله الاولى ما العبش ولا مباراه بين المباراتين في افريقيا ولا الثمانيه ولا قبل النهائي ولا النهائي. طيب بس عشان الناس تفهم يا حاج، انا عارف ان الكابتن سيد بيتكلم على ايه، كابتن سيد اللي مزعله على ان الدنيا هاجت وماجد على النادي الاهلي وعليا، ان احنا في مجامله للنادي الاهلي ده ما كانش بيحصل. نعم، مجاملة ايه يا حاج عامر؟ ده احنا النادي الاهلي بيلعب اكتر واحد هيشتكي، ده اكبر عدد من المباريات بالظبط هيلعبوا السنه دي النادي الاهلي بالظبط. لا هو في النهايه الناس بتتكلم في ايه يا حاج عامر؟ لماذا يتم قبول مثلا تاجيل مباراه نادي الزمالك مثلا والمقاولون، ولم يتم قبول تاجيل مباراه الاهلي وحرس الحدود؟ يعني الاهلي وحرس الحدود اللي حضرتك بتتكلم عنها، الاهلي كان بيلعب يوم 8 خلاص، ولعب في تنزانيا يوم 12، أربع أيام يعني رابع يوم، رابع يوم لعب النادي الأهلي مباراة. ممكن ألعبه يوم 9 و12؟ لا هو النادي الأهلي كان ساعتها عايز يأجل، لو طلب يلعب 9 و12 كنا نلعبه 9 و12. إنما دي ضرر ليه؟ لأن هو في السفر. ما هو قبلها كان لاعب 2 و5 يا كابتن، كان لاعب بداية هيلعب إيه؟ الزمالك هيلعب 14 و17 في الجزائر، 14 و17 في الجزائر، الماتش الثاني في الجزائر يوم 17. يعني الماتش 14 بالليل هيلعب في اسكندريه يوم 10، روح 14 القاهره يلعب مع المقاولين يوم 14 ايه هيلعب المباراه بتاعت الجزائر يوم 17، دي مش ميزه. طيب ولحضرتك المبدا اللي عندي ايه؟
الانديه الافريقيه اللي بتلعب في المشاركات الافريقيه احنا يهمني بين المباراتين نلعب مباراه بس يلعبها بقى بعد ثاني يوم في المبرز في القاهره، خاصه ان النادي الثاني المقاولين عنده مساحه كبيره من الوقت مش مضرور في اي حاجه، مريح المقاولين. يعني اغلب الانديه اللي ما عندهاش مشاركات في افريقيا مريحين السنه دي خالص، بيلعبوا على 10 يوم وتسعة ايام وليه على 10 يوم وممكن 15 يوم ليه يا كابتن اسلام؟ برضه عشان الناس المحترمين اللي عندك، لانك كل ما كنت هضغط والعب كل اسبوع مباراه لكل الانديه كل ما هتكثر المباريات في الاول، والنادي الاهلي عنده كان المشاركات ديت وبعدين النادي الاسماعيلي المؤجلات هتكثر اكتر. يعني بدل ما الاهلي ثم انا بلعب كل اسبوع وما طولش الوقت للانديه الثانيه، كل ما العب كل اسبوع المؤجل هيزيد. يعني بدل ما كان الاهلي كان عنده 11 مؤجل في البطوله الاولى كان هيبقى عنده 15 16 مؤجل. انا ممكن اخلص الدوري في شهر. الانديه ما عندهاش مشاركات. انما هيتاجل النادي الاهلي ونادي الزمالك والنادي الاسماعيلي هيعملوا مؤجلات كتير. النادي الاسماعيلي لما اتشال من البطوله كنت مسكل له مباريات وخمس مباريات لغايه 30 3. طب خد بالك بس يا حاج عامر، لما طلع ورجع عارف حصل ايه يا كابتن اسلام؟ يا فندم خمس مباريات باظوا. رجوع الاسماعيلي حطوه في ميعاد الكونفدراليه، خمس مباريات للنادي الاسماعيلي باظوا في الجدول الرجوع ده. بعودته بعد الاهلي ما اتشال ما كانش عنده نفس المشكله لما مشي ورجع تاني. لا حاج عامر، انا برضو عايز اوصل مع حضرتك لنقطه مهمه جدا، ولماذا يسال جمهور الاهلي في هذا الموضوع؟ لانه هو دلوقتي اصبح هناك منافسه كبيره على قمه الدوري على تصدر الدوري العام، وده بيدي حلاوه طبعا للدوري العام، ولكن في نفس الوقت الناس شايفه ان النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت او شهر فبراير تحديدا ضغط ضغطه كبيره جدا جدا في شهر فبراير. النادي الاهلي متفق على كده وكل الانديه متفق على كده، ولكن الناس اللي بره لازم تفهم، وبالتالي كان من الواجب لاعب سبعه وكان من المفترض هيلعب الثامنه دلوقتي لعب 43 اعتقد 43 مباراه وايه وفي الدوري لعب 22 في الدوري 22 النهارده مظبوط، لكن لعب 21 ايوه وهيلعب بتاعه المولين هيبقى 22 قد بعض. انت لازم تيجي في الاخر هتقعد تقرب الفرق من لا بعض. لا حاج عامر، هو مش بنتكلم على ان المباريات تبقى قد بعض، ولكن انا بتكلم على التوقيتات. لماذا تم رفض النادي الاهلي؟ حضرتك قلت لنا وشرحت ان مش يعني ما عنديش مشكله ان هو كان يلعب 8 او 9 لان كان عنده ماتش يوم 12، فانت اخذت بالاحوط ولعبت يوم 8. طيب تمام، نفس الكلام بقى بالنسبه لنادي الزمالك، لماذا تم الاهلي كان عايز يلغي خالص يا كابتن اسلام، الاهلي كان عايز يلغي المباراه خالص. ايوه عشان كان في ظروف طيران. لا مش سامع حاجه، هو كان الاهلي كان عايز يلغي المباراه. كابتن اسلام الكلام ده تبقى يعني خليه مع الكابتن سيد في حوار معاه. انا بقول لحضرتك النادي الاهلي كان عايز يلغي خالص زي ما الزمالك حاول امبارح انه كان ياجل المباراه خالص. ياجل مباراه المقاولين خالص. انا قلت طبعا مستحيله لان كله هيلعب بين المباريات بتاعت افريقيا، مش هاجل لحد. يعني هاجل للزمالك لازم هاجل للاهلي لازم هاجل للاسماعيلي. النادي الاسماعيلي ما هو لاعب برضه على ثالث يوم ماتش الجيش بعد افريقيا لما رجع. ولعب ماتش الجيش اسكندريه كان مباراته هو لعبها في برج العرب بعد المباراه بتاعت الجزائر بتاعت افريقيا بثلاث ايام. لو ترجع حضرتك للتواريخ هتلاقي الاسماعيلي لاعب برضه يومين والثالث الماتشين نقل ماتش الجيش اللي هو تعادل فيه في اسكندريه لعب المباراتين ورا بعض. لا هو بس الكلام كله يا حاج عامر ليه؟ لانه المنافسه قربت جدا ما بين الفرق المتنافسه على صداره الدوري، وبالتالي اليوم بيفرق، ال 24 ساعه بتفرق، ال 12 ساعه، وحضرتك طبعا ادرى مني بهذا الكلام. الكابتن شريف حضرتك كابتن اسلام من دلوقتي بقول لحضرتك في مباراه يوم 30 النادي الاهلي ما اعرفش هيلعب يوم 5 ولا يوم 6، هيطلع الاول ولا هيطلع الثاني. هيلعب بره ملعبه ولا جوه ملعبه في دور الثمانيه؟ كل دلوقتي بقول لحضرتك احنا دلوقتي لغايه دلوقتي احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. فنحط بالاحوط اللي هو يوم 2 والماتشين هيبقوا في اسكندريه على اساس ان الماتش يوم 5 يعني اللي هو الماتش الافريقي على الاحتمال الاحوط. انما هو لو عايز يوم 3 انا ما عنديش مشكله برضه. انا بقول المبدا اللي انا ماشي عليه السنه دي ان لازم تتلعب مباراه بين المباراتين بتوع افريقيا بس. طيب تمام. كابتن شريف عبد المنعم عايز يسال حضرتك سؤال، اتفضل يا كابتن شريف. حاج عامر يا كابتن ازي حضرتك، وحشنا الله يخليك. نور يا كابتن بالنضاره شكلك شيك. الله يخليك لينا ما يتحرمش منك. هنتكلم كلام لطيف كده مع بعض. هو الاهلي ده مش بيمثل مصر وباسم مصر في البطولات الافريقيه دي؟ و النادي الاهلي بيمثل مصر طبعا. ونادي الزمالك برضه نفس الشيء، نادي الاسماعيلي، نادي المصري، كل الانديه طبعا. لازم يبقى في حاله تكاتف وتعاطف مع الانديه دي اللي هي بتجري في الدوري وبتجري في الكاس وبتجري. تاني حاجه، واحنا كلنا مش شاهدين على ما حدث في النادي الاهلي هذا الموسم
من التلاحم. ايه المطلوب يا كابتن شريف؟ ممكن نعمل ايه؟ يا فندم؟ ممكن نعمل ايه في الحاله؟ لا حضرتك الحاله اللي هو النادي الاهلي حصل فيه بيمثل مصر تلاحم من الموسم الماضي، ظروفنا كده ان احنا بنوصل فاينل يعني. انت من ايام ما كنت بتلعب يا كابتن شريف وانتم ما بتريحوش. ما احنا ما بنريحش، وبعدين اصاباتنا في شهر 7 اصاباتنا في الاتحاد الافريقي المستشفى بتاعتنا يا حاج عامر، يا حاج عامر احنا بشر، احنا بشر وانتوا اللي بتنظموا. من ايام 30 سنه الانديه المشاركه في افريقيا من اللي وصل دوري المجموعات ما بيريحش بعد نهايه الموسم. ما هو بس احنا بشر. افريقيا بقى السنه دي راح مكمل وحضرتك عمل بطولتين في سنه، النادي الاهلي كمل للنهائي. حضرتك مش شايف البطوله الجديده بعد البطوله ما انتهت القديمه. نسمع بعض يا كابتن شريف، يعني خلي الحاج عامر انا عايز اسمعه. اتفضل يا حاج عامر. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك احنا طول عمرنا الطبيعي ان الاتحاد الافريقي كان بيلعب دوري المجموعات في شهر 7 في نص الشهر، فكان احنا بنخلص الدوري في شهر 5 او 6 الانديه اللي بتشارك في دوري المجموعات اللي بتوصل ما بيريحش، يخش على دوري المجموعات على طول فيلدم الموسمين مع بعض. من ايامكم الكلام دوت. قال الاتحاد الافريقي السنه دي علشان الاتحاد الاوروبي اشتكى ان اللعيبه بتاعت افريقيا بتسيبه في وسط الموسم وبيروحوا يلعبوا بطوله امم افريقيا في يناير، فراح اشتكوا من الموضوع دوت ان ايه هنقدر نتعاقد مع اللعيبه الاخر. الاتحاد الافريقي راح استجاب للاتحاد الاوروبي ومشى الاجنده بتاعته، عادي ماشيها زيها زي الاتحاد الاوروبي. نعم. يلعب البطولات في شهر 8 في دوري الكونفدراليه من السنه الجايه ويخلص شهر 5، وامم افريقيا تبقى في الصيف بعد البطولات ما تنتهي بتاعه البطوله الاتحادات او الاتحادات الاوروبيه كلها. لما يعمل الكلام دوت للاسف عمله في نفس الموسم، يعني كان المفروض يعمله على مرحلتين. اه بالظبط. بالظبط. السنه دي انا عندي امم افريقيا في شهر 6 وعامل بطولتين في بطوله واحده في سنه واحده. لازم يخلصوا قبل 15/5 تيالي. ولازم يخلصوا. انا هتعمل كل الكلام دوت امتى؟ لما اعمل حاجه استثنائيه. ما اعملش حاجتين في سنه واحده. كنا عملنا في الموسم اللي ما فيهوش امم افريقيا الموضوع بتاع الانديه. تقدر تخلص في شهر 6 الدوري بتاعك، يبقى عندك براح تدي للانديه. انت عارف حضرتك لغايه دلوقتي تونس هم 14 نادي، احنا 18 نادي. تونس 14 نادي ما لعبوش السوبر الافريقي بتاعهم لغايه دلوقتي، السوبر المحلي. النادي الهلال السعودي عشان كان عندهم امم اسيا عنده مشكله لغايه دلوقتي، ما تلاقي مباراه الهلال والاهلي قبل نهائي البطوله العربيه ما تحددش لغايه دلوقتي. في حين ان المريخ مع بطل الجزائر تقريبا لعبوا المباراه بتاعتهم بتاعت قبل النهائي. ايوه تمام يا حاج عامر، كان الله في العون والله، احنا عارفين والله العظيم تلاتة حضرتك بالمسطره انا بس بتكلم في نقطه واحده. كان الله في العون، انما احنا كنادي اهلي الحاله واضحه جدا، المستشفى اللي احنا كنا فيها، المباريات اللي احنا بنلعبها متلاحقه، مفيش نظره لماتش حرس الحدود انا عايز اجله. فلجنه المسابقات تقول اه النادي الاهلي من حقه ياجل، نادي الزمالك من حقه، من غير تعنت او من غير اي حاجه، ادوا براح، ادوا اكسجين للناس حتى يرجعوا اللعيبه المصابه. يعني دي حته بتبقى انت يعني انت بخبرتك الكبيره قوي في الانديه الكبيره ان هي لازم يبقى ليها تلاحم وشكل تاني، وعايز اقول لك ايه، فكر مع الاتحاد نفسه، لازم نبقى متقاربين جدا من هذه الاشياء. دي اكبر جماهيريه موجوده ممكن يا حاج عامر، يعني هي مش عمليه احنا دايما بنحط بعضنا بنزنق بعض، لا هي بتبقى النادي الاهلي طلب يا جماعه عشان كذا، اه ظروفه كذا وما اعرفش، اه نادي الزمالك طلب، اه دي حاجات بسيطه جدا ان شاء الله تتاجل بعد ماتشات افريقيا. وانا جبت حضرتك ليه يعني بعد ماتشات افريقيا حاج عامر؟ وانا جبت حضرتك ليه؟ انا جبت حضرتك ليه؟ لان انا عارف ان من الممكن جدا ان احنا نسمع بعض، يعني احنا مش بنتخانق بالمناسبه يعني. ده انت كان الله في عونك والله يعني العظيم ثلاثة، وانت عارف حبنا ليك وتقديرنا ليك قد ايه. بالظبط كده. بس هي بتبقى حاجات ريكويست. لا تعرف نسمع بعض يا كابتن شريف. هو كلمة فهمنا، لازم نعرف الحقيقه ايه. اه انا عايز احدد لحضرتك يا كابتن شريف مثال واحد بس. طيب شهر 3 اللي جاي دوت النادي الاهلي هيلعب كم مباراه في الدوري؟ اربعه اللي جاي في الدوري، في الدوري اثنين مباراتين. طب ينفع في اي حته في العالم نادي ما يلعبش الا مباراتين؟ لا طب ما هو في منتخب بيلعب يعني. ما هو في منتخب، ده في منتخب، ده غصب عني. عشان كده بقول لحضرتك ايه، الاتحاد الافريقي عمل ثلاث مباريات اجنده، ثلاث مباريات افريقيه، وبعدها بيوم في الاجنده الرسميه بتاعت المنتخب. طب انت شهر كامل رايح منك. ما انت لو طرحت من بدون الدوليين كل الانديه الصغيره هتوافق والكبار مش هيوافقوا. انت عارف حضرتك المباراتين اللي هم شهر مش في المنطقه دي. كابتن شريف كابتن اسلام اتفضل. سامع حضرتك يا فندم اتفضل. احنا دلوقتي كل اسبوع افريقيا بتلعب كل اسبوع دلوقتي 14 يوم زي زمان، كنت بتلعب في 14 يوم تلعب مباراتين في وسط المباراتين اللي هم الذهاب والعوده او بين المباراتين، دلوقتي بيلعب كل اسبوع. كل اسبوع لو اديت ثلاث ايام قبل المباراه الاولى
وما لعبتش بين المباراتين ورجعت بعد ما يلعب المباراه الثانيه في ثلاث ايام، يبقى حضرتك 8 ايام وثلاثه وثلاثه، يبقى عندك 14 يوم وكل جوله في افريقيا ذهاب وعوده. 14 يوم لو عملتهم مرتين في الشهر يبقى هتلعب الدوري عندك 34 مباراه. يبقى الدوري محتاج مش اقل من 15 شهر عشان تريح الانديه دي كلها زي ما كابتن شريف عايز. مش زي ما انا بقول في مباراه واحده للزمالك او للاهلي. انا ما ضغطتش كل مباراتك في الشريف يا فندم، انا ما ضغطتش كل المباريات، انا دوري الثمانيه وقبل النهائي والنهائي. ده السنه اللي فاتت، ده السنه اللي فاتت يا حاج عامر، لكن احنا بنتكلم على السنه دي. السنه دي بنتكلم في مباراه كانت صعبه جدا. انا بكلمك على السنه دي. لا السنه دي هم الثمانيه وقبل النهائي والنهائي ما كانوش السنه دي برضه. بدايه الموسم يعني، كانوا بدايه الموسم. يعني طيب ما هم كانوا بداية من شهر 10. بالظبط، لكن احنا بنتكلم في شهر فبراير. شهر فبراير ده مثلا الزمالك الاهلي لعب يوم 2 خلاص، ورجع لعب يوم 5 مع سيمبا في القاهره، وبعدين ما هو 3 ايام اهو سيمبا. يعني هو لعب يوم 2 مباراته الاولى. لا ده ماتش افريقيا كان 2 سيمبا 2 انا اسف، وبعدين لعب بالظبط كده العكس بقى، لعب الدوري يوم 5. فهو يعني هنا المطالبه، انا بقول لحضرتك ليه، انا بقول لحضرتك ليه المطالبه هنا بتبقى 11 مباراه مؤجله. يعني ايه؟ يا فندم 11 مباراه مؤجله. عارف حضرتك المؤجل عندي زي ما النهارده كان الكابتن مجدي عبد الغني، كابتن احمد شوبير كان في الاتحاد النهارده. ايوه فبيقول لي احنا خلاص احنا الاسبوع ال 30 هيخلص 23/4. ايوه امال ليه هنخلص بعد امم افريقيا؟ قلت له انت ما انا بحسب على المؤجلات، ما بحسبش على الاسابيع اللي خلاص. لان المؤجل يا كابتن اسلام بياخد نفس المساحه الزمنيه اللي بياخدها. هو ماتش، هو في النهايه هو ماتش لازم يتلعب، لازم يبقى في على الاقل يومين. فلازم ياخد نفس الفتره اللي تديها الاسبوع. لو بتلعب كل 4 ايام يبقى كل مباراه مؤجله هتديها 4 ايام عشان تلعبها. طيب برضو هي حسب كده، هي عمليه معقده. وعارفين ان الانديه طلبت اللي عندها مشاركات، وخاصه ان البطوله العربيه برضو ما كانش فيها اجنده، كان كل الناديين بيتفقوا مع بعض بعد كل قرعه. لان في دور من اسيا، في دور من افريقيا. اسيا كان عندها بطوله امم اسيا، فالمواعيد كانت مختلفه جدا عن المشاركين في البطولات الافريقيه. فكان كل قرعه بقرعتها، الناديين يقعدوا مع بعض ويقعدوا يختلفوا شويه ويجيبوا الاتحاد المصري، طب احنا نوافق على الميعاد ده، والاتحاد الاسيوي احنا نوافق، الاتحاد السعودي نوافق على الكلام ده، الاتحاد الاماراتي. يعني الموسم كله صعب من اوله بكل الامور، فالعمليه مش سهله. وفي خطوره على اللعيبه برضه حاج عامر المصريين، يعني اللعيبه اللي بتلعب في الدوري في خطوره عليهم، لان عندنا بطوله افريقيا، لان مش هنلعب بالدوليين بس، يعني ما احنا محتاجين بعض اللاعبين الموجودين في الدوري، وهذا الضغط بيولد اصابات كتير قوي. دي بس الرساله اللي انا بتكلم فيها، اذا كانت في تاجيل مباراه او اي شيء. والله لو شفت الاجنده، الاجنده صعبه جدا جدا. عارف اوروبا المشكله في ايه؟ ما عندهاش مشكله في ايه؟ اوروبا بيلعب من اسبوع لاسبوع، وسط الاسبوع بيلعب 3 و4، يروح ساعتين يلعب ويرجع. لا هي بس يا حاج عامر المشكله، عارفكم حضرتك كلها في ايه؟ الجدول. اللي بيلعب اوروبا بيروح يوم الثلاث ساعتين، اكنه راح القاهره اسكندريه، يروح يلعب ويرجع، ما عندوش مشكله. بس هي المشكله دلوقتي البطوله طالعه، اللي كمل ما بيعطلش حاجه. ورغم كده برضه الناس اللي حضرتك معاك متابعين البطولات الاوروبيه كلها، شوف حجم الاصابات قد ايه. شوف مانشستر سيتي قدموا له مباراه في الدوري 14 يوم يا كابتن اسلام، عشان يفضوا له معادي لماتش الكاس، النهائي الكاس اللي لعبه 14 يوم. لما انا كنت بقدم 3-4 ايام يقول لك احنا كمان بنأجل، وبنقدم يعني الاتحاد الانجليزي نفسه عنده مشكله في مباراه مانشستر نهائي الكاس، راح مقدم له المباراه بتاعته 14 يوم في الدوري. الاتحادات عامله ارتباطات كتير عشان التسويق الرياضي، والفلوس بقت كتير. ايوه فبيكتروا المباريات. انا كان نفسي السنه دي بس الاتحاد الافريقي كان يعمل حاجه. كان دور الثمانيه اتعمل ذهاب وعوده خروج المغلوب، كان موسم استثنائي، ما يعملش دور المجموعات. بعد كده يبدا من دور الثمانيه ثاني خروج المغلوب. طيب موسم استثنائي. هو بس هو بس يا حاج عامر بص، عشان ايه الموضوع الفتره اللي جايه، حضرتك عارف كل ما بتقترب النقاط ومن الصداره، والاهلي بيقترب من الصداره مره اخرى، ونادي الزمالك متصدر وماشي بشكل خلال الفتره اللي فاتت، والنادي الاهلي هو بيقترب، وبالتالي هتلاقي الموضوع فيه حساسيه كبيره. الحساسيه دي ليه يا فندم؟ لانه يوم مثلا الاهلي لعب يوم 2 و5 و8 و12، 2 كان يوم مباراه سيمبا في القاهره، يوم 5 امبي في القاهره، 8 كان حرس الحدود، وبالتالي الناحيه الثانيه بقى
نادي الزمالك اللي هو منافس او الاهلي بنفسه، الزمالك عنده يوم 10 جورمايا، مظبوط؟ جورمايا كيني. لا 10 و14 و17. ما هو 10 وكان 13. 10 و14 و17. ايوه ما هو كان 13 وتم تعديله. 13 و17 ما هي هي يا كابتن اسلام. احنا خلينا في الماتش اللي قبله. يعني 10 13 2 5 يعني هي ثلاث ايام 2 5 اللي هو سيمبا وامبي، والناحيه الثانيه 10 وكانت 13 جورماهيا والمقاولين العرب والاثنين في القاهره برضو، والاثنين دول كانوا في القاهره، وبالتالي الناس بتاخد بالها من الحاجات دي يا حاج عامر، انت عندك اسبابك، لكن الناس بتاخد بالها ان هنا الاهلي لعب يوم 2 ويوم 5 في القاهره ماتش افريقي وماتش دوري، والزمالك لعب يوم 10 جورماهيا ماتش افريقيا. نعم الزمالك في فبراير لعب ايام ايه وايه؟ نادي الزمالك في فبراير لعب ايام ايه وايه؟ لا لا خلينا في الحاله دي يا حاج عامر، لان هي دي قصه 24 وكان هيلعب 27 مع المقاصه في الكاس. هي برضه كان هيلعب ثالث يوم المقاصه في الكاس، وبعدين كان هيروح انجولا. لا هي الناس شايفه يا حاج عامر، الناس شايفه ان طالما بس يا كابتن اسلام اتفضل يا فندم اتفضل نتكلم. ده كويس ان انتوا القناه بتدي ايه مساحه ان احنا بنتكلم. لا لا طبعا، ما احنا واحنا بنجيب عشان الناس تفهم جدا، مش عايزين احنا مش عايزين نتخانق، احنا عايزين الناس تصمم على حاجات في دماغها. لا لا خالص، تصمم على حاجات في دماغها، احنا بنتكلم حضرتك عشان نوضح يا فندم. ما انا بقول لحضرتك الزمالك هيلعب 17 و20 و24 27 مع المقاصه، وبعد كده استغربت 28 فبراير كان 28 وكان هيلعب يوم 3 في انجولا. انما بقى ده بالتاجيل المباراتين بتوع الكاس هو اللي ادى مساحه، بس ادى مساحه للزمالك اكتر، ان كان هيلعب 27 المقاصه في اسكندريه. ايوه كان هيلعب يوم 3 في انجولا. في انجولا خلي بال حضرتك يا حاج عامر، كل اللي حضرتك بتقوله ده جمهور الاهلي مش واخد باله من اللي او مش واخد باله، ما يفرقش معاه اللي حضرتك بتقوله ده. كل اللي فارق معاه ايه يا فندم؟ ان يوم الاهلي لعب يوم 2 مع سيمبا في افريقيا، ولعب يوم 5 مع انبي في الدوري، ثلاث ايام فرق خلاص. وبالتالي الزمالك لعب يوم او هيلعب ان شاء الله يوم جورماهيا يوم 10 مع جورماهيا في القاهره، فلازم يلعب يوم 13 مع المقاولين في القاهره. هو الماتش اتاجل خلاص، لكن احنا بنتكلم في هي الناس بتفكر في ايه. بس هو لعب قبل كده على ثلاث ايام برضه يا كابتن اسلام برضه. لا احنا بنتكلم على الحقيقه، احنا بنلعب احنا بنلعب كل يومين يا حاج عامر، احنا سنه بنلعب كل يومين. مش الاهلي اللي وضعه خالص يا كابتن اسلام، قلنا ان الاهلي كان مشارك في البطوله الزمالك مش مشارك فيها. طيب جمله اخيره يا حاج عامر في هذا الموضوع. جمله اخيره في هذا، من المباريات كتير جدا ذهاب وعوده، ما كنتش اقدر احط له مباريات قبل المباريات المهمه في الثمانيه وقبل النهائي والنهائي، ما كنتش اقدر ازنقه في مباريات منها، عشان كده زي عملت مؤجلات كتير. فالامر طبيعي، كل حاجه ولها الضريبه بتاعتها. هي جمله اخيره بس يا حاج عامر في هذا الموضوع، علشان بس تبقى الناس فاهمه ماذا يحدث. تمام كده. حضرتك عايز تقول اي جمله اخيره يعني في هذا الموضوع؟ لا، اخر حاجه في الموضوع ان احنا ما دام الانديه كلها بتشتكي يا كابتن اسلام، بس اشتكي وبتروجيت اشتكي وكل الناس اشتكت، معناها ان احنا مش مع حد. لا او معناه ان ممكن يبقى في يعني الموسم مضغوط، الموسم مضغوط شويه، وبرده موضوع غير طبيعي. موسم ما حصلش في اي حته في العالم. وفي نادي في العالم هيلعب من 65 ل 70 مباراه. لا دي ما حصلتش. هو في نادي في العالم لعب 7 مباريات وكان من المفترض يلعب 8 مباريات في شهر او في 26 يوم. دي كانت صعبه جدا. وشهر هيلعب مباراتين بس في الدوري. شهر 3 هيلعب مباراتين بس. بص يا حاج عامر، هو طالما الجدول قرب كده من بعضه، وحضرتك عارف الكلام ده افضل مني، طالما الجدول قرب كده. لو ما عملتش كده يا كابتن اسلام ما كانش قربوا من بعض في الوقت ده. كانت هتبقى مشكله. لو ما عملتش كده من استحاله. ايوه يبقى عدد المباريات 21 22 وبعد مباراه الزمالك الجايه يبقى 22 22. عموما هي مسؤوليه صعبه الفتره اللي جايه، ومسؤوليه كبيره على حضرتك الفتره اللي جايه، فنتمنى لك يا رب كل التوفيق يا حاج عامر. الله يخليك. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. انا بشكركم وعطلتكم. لا يا فندم، انت نورت الدنيا. المهم حضرتك توضح الموضوع. شكرا جزيلا يا حاج عامر، شكرا جزيلا.